مسلسل تسهيل، الحلقة الأولى. بتبدأ الحلقة بمطاردة بين جنود وبين واحدة اسمها نوف، بيجري وراها وهي بتجري منهم لحد ما بيقدروا يوصلوا لها، بياخدوها علشان يحققوا معاها. هنعرف حكايتها بالظبط وإيه اللي جابها هنا. دي دولة في أوروبا، بيروح الجندي علشان يحقق معاها، وبيقول لها ان انتوا اكبر تشكيل عصابي، وبيوريها صور اخواتها، لكنها بتقول له دول اخواتي، انا هعرفك، انا نوف 27 سنة بشتغل في بنك وبحب الفلوس جدا، لي اخت اسمها لوجين، دي اخر العنقود، ابونا مات وسابنا احنا الاربعة مع امنا، امنا بتحبنا جدا، لكن برضو زي ما هي مهتمة بينا مهتمة بنفسها، وبتروح تعمل جيم وتلعب رياضة، وليها صديقة ليها اسمها نريمة، دي ملجوفة وبتعرف كل حاجة عننا، ودايما أمي بتقعد معاها وتتكلم معاها. أنا بحب الفلوس قوي، لأني أول ما اشتغلت في البنك والفلوس جريت في إيدي، وأنا بقيت أحب الذهب والفلوس. ده أخويا خالد، خالد عنده 34 سنة بس بيجيب هدايا لخطيبته سارة، ودايما بترميها في وشه وتقوله مش هتجوزك غير لما تاخد الماجستير. اما دي فدي اختي لوجين، لوجين عندها كام متابع وعماله طول الوقت بتتصور، وده منصور دلوعه امه، مش بيبطل اكل ولا شرب طول الوقت، قاعد جنب التلاجه، ما كملش تعليمه، مش بيشتغل بس بياكل. طبعا مش بيدخل عليه الفيلم ده، وبيقول لها معقول دي اشكال دي يكون عصابه؟ قالت له احنا مش عصابه، اللي جابني هنا سطحه. رد وقال لها مين ده؟ قالت له احكي لك، كنت متجمع انا واخواتي في الكافيه بعد ما شفت كارت مكتوب فيه زيديني عشقا زيديني في دلاب امي، واجتمعت باخواتي وقررنا ان احنا نراقبها علشان نعرف اذا كانت بتحب ولا لا. بيبدا خالد بمهمته ان هو يراقب مامته، بيتكلم مع ساره وبيقول لها انا عايزه اتجوز بقى واخلص، لكن بيقفل معاها وبيقول لها خليني عشان انا عندي شغل عايزه اخلصه. بيتكلم مع نوف وبيبعت لها اللوكيشن على طول علشان تعرف مكان امه. بتروح ايناس الام تسلم على صالح ابن حمد، الملياردير الكبير المعروف، بيحبها جدا ونفسه يتجوزها، وعمال بيقول لها كلام حب حلو جدا. خالد تاه وهو رايح طبعا ورا مامته، لكن الاولاد اخواته قدروا يوصلوا لمكان الفندق اللي هي موجودة فيه، بيبدأوا يدخلوا، وبعد كده بيتخفوا في العبايات وبيلبسوا منصور عباية زيهم علشان خاطر محدش يعرفهم. خالد كان مستني تحت وبيتكلم مع سارة وبيقول لها انا عندي شغل بخلص فيه. بالنسبة لحمد قاعد مع ايناس وبيتكلموا، وبتقوله لو اولادي موافقوش على جوازنا مش هتجوزك لاني بخاف جدا على مشاعر اولادي. بتستأذن وبتروح الحمام. بالنسبة لوجين اللي بتشوف الملياردير صالح ابن حمد، فبتروح تتصور معاه علشان تنزلها على انستجرام وتكسب متابعين. وهما ماشيين بيلاقوا مامتهم خارجة من الحمام، بيروحوا وراها وبيشوفوها قاعدة مع اللي اسمه حمد. نوف عصبية جدا، أول ما شافت حمد شدته، فضلت تضرب فيه وتكسر عليه الأصباغ. جه أخوها خالد هزقها وأخدها ومشي وأخد إخواته. بتروح الأم لجارتها علشان طبعا تواسيها، والإسعاف بتيجي وبتاخد الشيخ صالح. بنتعرف على مدير أعمال الشيخ صالح دهشوري، جاي عشان يزوره وجايب معاه أربع ستات عمالين بزغرته لما يقول صالح ان هو بقى كويس، وعمالين بيرطموا لما يقول ان هو تعبان، وبيسألوا ايه اللي عمل فيه كده، بيحكي له بالتفصيل وان هو بيحب ونفسه يتجوز اللي هو بيحبها، لكن اولادها معارضين. الاولاد هنا فعلا معارضين على جوازة مامتهم، وبيقولوا لها مش بعد كل السن ده هتتجوزي. الحقيقة ان لوجين ومنصور موافقين، الصغيرين ما عندهمش مانع، لكن نوف وخالد بيقنعوها انها تتنازل على موضوع الجواز ده، لكنها بتقول لهم وانا علشان واحدة هتحرموني من حقي في اني اتجوز؟ يعني عشان خاطر ابوكو مات هفضل طول عمري كده؟ بتكلم صالح وبتقول له انساني انا خلاص مش هتجوزك، اولادي رفضوا. صالح كان مصدوم وبيحكي لدهشوري كل حاجة. بالنسبة لنوف اللي كانت قاعدة مع صاحبتها ومتنرفزة جدا، وبيجي دهشوري علشان يقعد معاها، بتستغرب جدا وبتقول له انت مين؟ قال لها انا مدير اعمال صالح ابن حمد، على فكرة ملياردير كبير جدا ومعاه فلوس كتير، اي شروط انتوا عايزينها ممكن ان هو يقبلها، فكري في الموضوع.
وبتبدأ طبعا تفكر لأنها بتحب الفلوس جدا. بعد كده بترجع تقول لخالد إنها موافقة على موضوع جوازة مامتها، لأن مامتها كده كده هتتجوز حتى لو من وراهم، فتتجوز قدامنا أحسن، ونطلب 7 مليون ريال سعودي علشان خاطر يدهم لنا نعمل بيهم مشروع. الأم بتتفاجئ جدا بكلامهم وبتقول عنهم إنهم عايزين يبيعوها، ولما بتكلم صالح وبتقول له إنهم موافقين بشرط إنهم عايزين 7 مليون ريال عشان يشغلوهم في مشروع، وافق جدا. دهشوري بيتكلم معاهم وبيقول لهم انا مستنيكم في المكتب، وبيقعد يتكلم معاهم وبيقول لهم كنت عارف ان انتوا هتوافقوا، لكن الشيخ صالح مش موافق على انه يسلفكم الفلوس، هو هيديها لكم هبه لكن بشرط لازم تنجزوا 7 مهمات اساسيه، و7 مهمات دول ممكن يكونوا في الارض، في البر، في البحر، في الجو، في اي مكان، المهم ان انتوا تكونوا موافقين. وفي عقد هيبقى بيننا 14 مهمة المفروض ان انتوا تنجزوهم، كل مهمة بنص مليون بتاخدوهم، واي مهمة ما تكملوهاش ملكوش ليها فلوس، وبيتلغي العقد فورا. الام قاعدة مع صديقتها وبتقول لها سيبك من اولادك وتجوزي. الاولاد بعد ما بيوافقوا ويطلبوا ان هم يشوفوا اول مهمة، بيقرأ دهشوري عليهم اول مهمة، وهي انهم يلبسوا التيشيرتات دي ويتصوروا مع حد، بيوريهم الصورة على الشاشة لكنهم بيتصدموا بالشكل ده. بتخلص الحلقة على كده، هنشوف الحلقة التانية يا ترى مفروض ان هما يتصوروا مع مين علشان يكملوا المهمة الاولى. بتخلص الحلقة، ويا رب الملخص بتاعي يكون عجبكم. لو عايزين باقي الحلقات اكتبولي في التعليقات، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.